اعتقاد ورثة من مجتمعات حسب رأينا شادة في عادات وتقاليد بالية اللي مصدرها ربما بين ظفرين ديني، ولا معناها يقطع المرأة على المجتمع كشخص كبشر كإنسان كإنسان. أنا هي أدنى أقل قيمة، وهذا خلاني أنا دائما عندي الكره للحاجة اسمها حجاب. معناها بصورة ماذا بيا وقت اللي تعرضني امرأة عندنا بلا حرارة كيما بورقيبة كينا حاسة بشعري جوستومون كلي. معناها نكران الإنسانية، نكران المرأة تنكر الإنسانية متاعها. أنا اللي باهتني توا اللي في فرنسا ثم بنيات حليلاتهم ويلبسوا الحجاب، معناها شيء متأصل معناها في السوبكونسيون ولا في الانكونسيون متاعه أنه المرأة يلزم تكون أقل من الرجل. أدنى أقل قيمة، وهذا خلاني أنا دائما عندي الكره للحاجة اسمها حجاب. معناها بصورة ماذا بيا وقت اللي تعرضني امرأة عندنا بلا حرارة كيما بورقيبة كينا حاسة بشعري جوستومون كلي.